من بغداد قلب الأرض وعين النور وعاصمة الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أحلى التحايا مني أنا فقاسم العقابي وبرنامج دفتر ملاحظات. هذا البرنامج من إعداد الشعب العراقي. بداية حلقتنا نبديها بنكتة. أكو موظف فاسد يأخذ 10,000 دينار، عيني عينك وعلى عينك يا تاجر، وما يخاف من أكبر راس، واللي يعترض يقول له روح ذاك المدير العام، روح اشتكي وارقع راسك بأثخن حايط. ففكروا العباقرة وقالوا نحط كاميرا تراقبه. وراها هالموظف قام يأخذ 25,000 دينار. فلما سألوه ليش تأخذ 25 هذا المبلغ، قال 10 إلي 15 لأبو الكاميرا. السؤال هو شنو اللي خلى الفاسد عينه وكحة وصوته عالي؟ الرقابة وضياع الرقابة سابقا، هذا اللي خلاهم أسسوا دولة داخل دولة، وخلت المراجع يروح يتفق برا الوزارة وبرا المؤسسة، مؤسسة الدولة، ويخلص معاملته من برا لبرا، ينطي المقسوم. أو يشوفوه جده الرابع والخامس بعينه ويشلعون قلبه وقلب عشيرته. ومن هالنماذج هوايه، خلنا ناخذ مثال حي على اللي نقوله. قطاع الكهرباء، بعض دوائر الصيانه اللي يسطرون اكبر واحد لو يشيلون الواير وما يرجع الا بكم مليون، او المحوله اللي تعطل ما ترجع الا تتفق على السعر جوا وبرا، وروح ارقع راسك همينة بعمود الكهرباء اللي انشالت منه. اذا تعترض روحوا شوفوا هواية مناطق، مع الاسف كلش هواية في بغداد والمحافظات. اني ادعو الفريق احمد ابو رغيف رئيس اللجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، كذلك الاخوة في جهاز الامن الوطني والاستخبارات واللي يهم امر البلد، أن يفتح الملف الشعبي الخطر. ولا حد يقول لي هذا النصغار، لأن الصغار يودن للكبار. شنو اللي خلى الفاسد صوته عالي؟ الموظف الفاسد مو وحده، لازم أكو عنده ضلع ينتكي عليه. الفاسد مو وحده، لازم عنده تشوى يسند عليها، والتشوى منه أبو الكاميرا اللي ياخذ 15,000 من ال 25. وما تظل كورونا وداع الضلع الزهرة، رجعنا لكم. ويمكن شفتوا الموضوع، الصحة النفسية هي أول خطوات العلاج، أول خطوات العلاج. وبالتالي بالتالي إحنا لازم نبقى ندعم الكوادر التمريضية، الأطباء. مع الأسف قبل فترة إذا لاحظتوا كان أكو هجوم واسع وشرس ومتفق عليه، يهاجمون الأطباء اللي بالمستشفيات ومراكز الحجر، وكذلك الكوادر التمريضية. على ما يبدو أحد زعجه قضية ارتفاع نسبة الشفاء بالعراق. زين، أراضي السكك قضية بين فترة وفترة نرجع نحكي بيها. في 2005-2006 في زمن حكومة الدكتور الجعفري، اللي صار انه الدكتور سلام المالكي وزير النقل الاسبق ملك هذه الاراضي، وكانت اول خطوه لوزير في حكومه عراقيه يملك الاراضي بعد 2003 نتحدث احنا. طيب احنا عندنا فيديو مهم جدا نشوفه، واني ايضا يعني صراحه قبل كم يوم تحدثت ويا السيد وزير النقل، وبالتالي أتمنى عليك إذا تشوف البرنامج
بعد هذا الفيديو تتصل علينا، وإحنا أيضا راح نتصل بوزير النقل الأسبق صاحب الخطوة الصح. السلام عليكم. من خلال قناة العراقية وبرنامج الأستاذ فائق العقابي، أقدم مناشدتي إلى السيد رئيس الوزراء لحل مشكلتنا العالقة منذ 10 سنوات، اللي هي مختصرها أنه وزارة النقل ومن خلال الشركة العامة للسكك الحديد باعت أراضي لمنتسبيها وفق القانون، وعلى أثر هذا البيع صدر كتاب من وزارة النقل إلى دائرة التسجيل العقاري بتسجيل البيوعات وفق القانون، وعلى أثر هذا التسجيل صدر سند مشاع 25 مكتسب الشكلية النهائية، وبصدور هذا السند الشركة العامة للسكك الحديد استلمت مبالغ بأقيام تلك الأراضي وبوصولات رسمية. سبب المشكلة يا دولة الرئيس ضعف الثقافة القانونية لكثير من كان هذا الملف تحت أيديهم، وإلا من المفاجآت اللي غابت عن الجميع أنه هذه الأراضي هي عائديتها للشركة العامة للسكك الحديد وليست للمالية كما هو معروف ومشاع، لأن من يقول أنه الأراضي تابعة للمالية معتمد على المادة 7.1 من قانون التسجيل العقاري، في حين تناسى أو تجاهل تفاصيل قرار مجلس قيادة الثورة نافذ المفعول اللي يحمل رقم 486 لسنة 86 اللي يعدل المادة 7.1 من قانون التسجيل العقاري، وإن عائدية هذه الأراضي للدوائر الممولة ذاتيا. على أي حال، الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند عرض الموضوع حولت الموضوع إلى المالية لبيان الرأي، وبتكون بهذا الموضوع قد ارتكبت خطأ قانوني كبير، لأنه هي من عممت كتاب للوزارات بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى اللي يقول حل المشاكل من هذا النوع على قانون الاستملاك. وإحنا تقدمنا لكم من خلال الملف اللي موجود بمكتب رئيس الوزراء الدائرة القانونية لعرض الموضوع على مجلس الوزراء وفق المادة 23 من قانون الاستملاك، وبناء على التعميم الصادر من الأمانة العامة. السيد رئيس الوزراء، مختصر قضيتنا والحلول القانونية تلقاها بالمذكرة اللي صادرة من مكتب رئيس الوزراء الدائرة القانونية اللي تحمل الرقم 98 في 20/1/2020، مع ملاحظة انه انا تعرضت لهذا الملف منه 4 سنوات، وكثير من الاخوة المستفيدين كانوا يتصلون معي ويطلبون من عندي المعلومات والاوليات. بعد مرور 10 سنوات كثير منهم ماتوا، ما قدروا يحققون حلمهم بالحصول على قطع هذه الاراضي، خصوصا احنا عندنا 50% قد استلموا هذه الاراضي وبنوها وقسم منهم باعها، وال50% الاخر اراضيهم موجودة ومخططة بخرائط رسمية ومتروكة ولا تتعارض مع المشاريع المستقبلية للشركة العامة للسكك الحديد. واخيرا تحياتي لقناة العراقية وتحياتي للأستاذ فائق العقابي، وشكرا جزيلا. وتحياتي لصاحب الصوت الجميل. ويانا الدكتور سلام المالكي وزير النقل الأسبق. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. حياك الله دكتور. أنت تحدثت عن جنابك، قلت صاحب الخطوة الصح، بالضبط ملابسات قضية أراضي السكك، إلك الجو. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. القرار تم اتخاذه عام 2005 لحكومة السيد الجعفري. قدمنا مطالعة لرئيس الوزراء بضرورة تمليك الدور التابعة لوزارة النقل، وكذلك توزيع قطع الأراضي الموجودة في شركة الموانئ وشركة السكك وباقي الشركات. وبالفعل تم تشكيل لجان وتخصيص هذه الأراضي وتوزيعها على المستحقين بشكل أصولي. تم تمليك الدور، وأيضا باشرنا في عملية توزيع قطع الأراضي على المستحقين، ولكن فترة الحكومة كانت قصيرة، هي سنة. فبعد خروجنا تلك موضوع توزيع قطع الأراضي أو تمليكهم، تابعت الموضوع أنا شخصيا في حكومة السيد المالكي، وبالفعل يعني من الموافقة على ضرورة أنه توزيع وتحويل جنس العقار إذا كان هناك جنس عقار تابع للشركات غير ملائم للسكن، فيكون هناك إجراءات مع دور دائرة البلد. وبالفعل أعتقد هناك كتاب يوصي بضرورة الإسراع في إنجاز وتحويل جنس العقار لغرض توزيعها كقطع أراضي سكنية. وأعتقد أنه بعد عام 2013
ايضا باشرت الحكومه باستكمال هذه الاهداف والمتعلقات، لكن المشكله انه بعض الوزارات وبعض الوزراء اللي اجوا لاحقا لم يتابعوا هذا الملف، فلذلك ظل الملف معلق في بعض الجزئيات او في بعض الدوائر الحكوميه ومن ضمنها السكك. لكني اعتقد انه الموافقات الرسميه والاصوليه قد استحصلت من مجلس الوزراء، وما على الوزارات الا التنفيذ بالتنسيق مع الدوائر الاخرى المعنيه ذات الشان. يعني هذا اللي صار. يعني طيب هسه الان ليش يعني باقيه نفس المشكله؟ كثير يعني يتالمون من هاي القضيه. تعرف سياده الوزير، اهم شيء هو سكنك، السقف، امنك. والله انا واحد من الناس اتكلم بصراحه، يعني اقول انه اهم شيء في العراق انه السكن وتوفير الراتب المناسب للمواطن. اذا ما تقدم هاي الخدمه للمواطن فما تقدر تبني دوله ولا تقدر تقدم خدمه لاي شعب. ولذلك هذا المنطلق اللي بدينا به في وزاره النقل عام 2005 بانه نعطي امان للمواطن سكن، وكذلك انه نحاول نوفر راتب مناسب يتلائم مع الوضع الاقتصادي. المشكله وين؟ المشكله انه تعرف البيروقراطيه موجوده في الدوائر، هناك فساد في الدوائر المعنيه، عدم متابعه مباشره يعني مباشر يوميا مع الوزراء مع الدوائر في سبيل انه نحقق هذا الانجاز. لكن بعض المسؤولين ما يتابع. نعم. كنا نتابع في وقتها مع حتى مع الحكومات اللي سيرتنا، وتم يعني بصراحه تم تجاوز بعض الامور وتم حل بعض المشاكل، الامور يعني الاراضي التابعه للماليه تم استقصاء موافقه. نعم. القضايا لكن اعتقد هناك بعض الجزئيات، مو كل الاراضي، انما اكو اراضي ظلت معلقه بسبب عدم المتابعه والفساد الموجود في بعض الدوائر اللي لها دخل بقضيه استملاك او تغيير جنس العقار. نعم. طيب يعني انا صراحه اثناء حديث جنابك كنت اتصل بالسيد الوزير الحالي، يعني اتمنى عليه يعني يتداخل ويانا، وايضا مدير عام السكك اذا يسمعنا، لان هذه قضيه لها علاقه بلقمه الناس، واحنا لقمه الناس وين ما تكون نركض وراها. سياده الوزير الدكتور سلام مالكي، انا ممنون من مداخلتك. حياك الله استاذ فايق. انا بس اضيف نقطه اخيره. اي اعتقد اراضي العطيفيه ذات قدور، يعني اراضي السكك اللي خاصه بالعطيفيه، اكو كتاب موجود في امانه يطالب بأمانة بغداد بضرورة استكمال تغيير جنس العقار و عن طريق وزارة النقل. فأكو كتاب، نسخة من الكتاب أنا ممكن أرسل لك إياه. يا ريت. في توجيه، في توجيه من رئيس الوزراء عام 2008 كان تابع موضوع الملف كله بحوزتي. فالأمانة العامة تخاطب مجلس الوزراء، تخاطب أمانة بغداد بأنه لا تعترضون على تغيير جنس العقار وأسرعوا في تغيير جنس العقار وبلغوا وزاره النقل بضروره التوزيع. انا راح ان شاء الله ارسله على الواتساب، ونتمنى انه هذا الموضوع يتابع من قبل وزاره النقل ويحل باسرع وقت. انا ممنون منك دكتور سلام مالكي وزير النقل الاسبق، واتمنى على الدكتوره ذكرى علوش اذا تسمعين، دكتوره يا ريت احتاج اتصالك لاجل ان نرسى على بر في هذه القضيه، قضيه الناس. والناس اذا تلاحظون الان السيد رئيس الوزراء يسعى في كل مكان، فما معقولة أن يكون وحده. هذا يفتح موضوع، هو مستشار شؤون الناس. ليش غايب مستشار شؤون الناس؟ وبالمناسبة أنا أتحدث من أقول مستشار، مو يعني درجة المستشار، من الممكن أن الوزير يكون مستشار شؤون الناس مثل ما رئيس الوزراء الآن دا يتجول أصبح مستشار شؤون الناس. طيب اكو تظاهرات هواية، تظاهرات على الصناعة، تظاهرات على الزراعة، تظاهرات في كل مكان. ما شفت اغلب الوزراء طلعوا وتفاهموا ويا الناس او اخذوا مجموعة من المتظاهرين وافتهموا. ليش الكل بقوا ينتظرون رئيس الوزراء سيد الكاظمي عسى ولعل ان يجيهم ويتحدث وياهم هذا الموضوع، وانتم شفتوا راح في اوقات حرجة وفي وضع أمني حرج. أنا أتمنى على الوزراء المعنيين والمعني عليهم قضية التظاهرات ونصرة المتظاهرين وسماع المتظاهرين والاستماع لهم، وبالتالي تنفيذ ما ممكن أن يتحقق. وبعض الأشياء ممكن نروح بها للبرلمان، أخذ أوراقك وروح للبرلمان. من شنو خايف؟
من شنو تتوجس. هذه القضية تفتح باب مستشار شؤون الناس، الوزير يصير مستشار شؤون الناس، الوكيل يصير مستشار شؤون الناس، المدير العام معاون مدير عام، أصغر موظف إذا قدر يساعد الناس هو مستشار شؤون الناس. زين، قضية مهمة جدا. الآن خلية الأزمة سمحت بفتح المولات، المراكز التجارية، المطاعم، بالمحافظة على الوضع الصحي والترتيب الصحي، لكن أكو المتنزهات، المناطق المفتوحة، مدن الألعاب، هذه أساساً مناطق صحية مفتوحة. ليش لحد الآن، وأني أرمي بالكرة إلى رئيس خلية الأزمة الدكتور حسن التميمي وزير الصحة، دكتور يمكن إحنا نتحدث تقريباً بشكل يومي، ويا ريت تخلي هذا المقترح من ضمن مقترحاتك لخلية الأزمة لأجل أن نفتح مدن الألعاب مع المحافظة على الكمامة لبسها، الكفوف إذا اضطروا إلى هذا الموضوع، وأيضا الاختلاط والملامسة. هذه القضية نقدر نروح بالطريق الصح لأجل المحافظة على البلد وأهل البلد. وأنتم تلاحظون الوضع مو شقة، الوضع حرج، مع الأسف أغلب العراقيين غير ملتزمين بلبس الكمامة والإجراءات الصحية. كثير من المناطق روح اصعد سيارتك وافتر، تلقى بين كل 200-300 واحد واحد لابس كمامة، وهذه قضية خطأ. احنا عندنا كان اكو بالمتنزهات المفتوحة فيديو اخذناه لمتنزه الزوراء وصفحة المنطقة اللي هي مدينة الألعاب بالمتنزهات المفتوحة. الزملاء إذا جاهز عندكم، وإذا جاهز نطفر على غيرها. هسه تفضلوا، هذه مدينة ألعاب الزوراء، احنا نتحدث عن وسط بغداد، منطقة الحارثية مقابل منطقة الحارثية، وبالتالي شوفوها منطقة هي أساسا الأكسجين بها كلش عالي، كون مناطق مفتوحة، اكو خضرة، مناطق مفتوحة. هذه أتمنى على السادة في خلية الأزمة وأيضا المعنيين بكلامي أن تروحون إلى قضية فتح المناطق المفتوحة المتنزهات، مع إشارة إلى المواطن أن يحافظ على نفسه، يحافظ على عائلته، وبالتالي يعني هذه أبواب رزق مسدودة اللي كانوا يشتغلون في هذا المتنزه بالمئات، ومتنزهات أخرى، مدن ألعاب وغيرها، وهاي أبواب. ما يحتاج أذكركم بقول الصحابي أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه لما يقول: إن يعجب على امرئ يدخل داره فلا يجد قوتا لعياله، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. طيب إحنا نطلع فاصل، روحوا لنا فاصل. أثناء زيارتنا إلى منطقة الشحيمية، هي منطقة تابعة إلى قضاء الصويرة محافظة واسط جنوب بغداد، هذه المنطقة زراعية وسلة غذائية ومهمة جدا، يطرها النهر، وبالتالي عندهم مستحقات مالية عند وزارة التجارة. أني خلي نروح نشوف شنو مشكلتهم. والله أستاذ إحنا نعاني يعني عن مستحقات مال الفلاحين، يعني إحنا الموسم وازانة ما بعد يعني تقريبا شهر ونص يعني من الموسم، أي زين، وما مستلمين أي مستحقات، انطونا مال 3 أيام
من سايلون الشحيمية مال 3 أيام دفعة مليار ودفعة مليارين كفن 3 أيام. زين إحنا الموسم جانا، زين إحنا مديونين مال كيمياوي ومال مبيدات، والموسم جانا وما أريد مستحقاتنا ينطونا، إحنا ما أريد شيء، أريد مستحقاتنا ينطونا. خذوا مستحقات الزراعة للتجارة، لا التجارة خذوا حنطة لوزارة التجارة وما أنطونا مستحقاتنا، قالوا لنا أسبوع ونجهزكم، واليوم صار اللي من اللي قال لكم اسبوع ونجهز؟ والله الدعايه بالسايلون، يعني هم كلهم تابعين للتجاره السايلوات، قال اي. واليوم 3 أشهر احنا ماكو، يعني الموسم ما زان زين، احنا شلون نجهز زين؟ التجار ماخذين من عندهم لحد 1/6 زين، هسه 1/6 انتهى واحنا قاموا يعدون علينا عاجل، يعدون علينا التجار. زين عندكم ايضا وزاره الزراعه طلبوها؟ نعم استاذ، عندنا شعير على وزاره الزراعه. زين وزاره الزراعه كذلك، وحتى سووا علينا تعهد وزاره الزراعه، عندي هذا التعهد شايله وياي. يعني اول ما التعهد وتوقع التعهد بان لا اراجع يعني الشركه ولا دعم مستحقات. ليش؟ هذا يعني يقول احنا التعليمات جتنا هالشكل، اذا ما التعهد بلش اسمه يعني ما نستلم من يعني عندك. شنو يشوفك الموت حتى ترضى بالسخونه؟ اي والله هذا هم اللي ويريدون مواصفات كامله، لا شوائب لا تفحم لا هذه. المهم تقرا التعهد يلا وتوقع عليه يلا نستلم منك. زين اي، وهسه احنا اللي نعاني اكثر شيء، احنا انا احكي مو بس على نفسي، احكي على كل الفلاحين مال الشحيميه ومال الواسط، يعني احنا ما مستلمين يعني اي شيء من مستحقاتنا، والموسم جانا زين، هذا يعتبر هو كتل للزراعه. صح، يعني كتل للزراعه، يعني وما يعني شلون نجهز امورنا ما نعرف. هذا موضوع لقمة خبز الناس. سيد وزير التجارة اتصلنا به، وبالتالي الآن استحدثنا طريقة لربما مو دائما نقدر نحصل المسؤولين، فاللي نحصله نخليه يبعث لنا ببصمة صوتية ردا على التساؤل للمواطن، وبالتالي خلوا نروح إلى السيد وزير التجارة الدكتور علاء جبوري. تحية إلى الأخ فاعق العقابي مقدم البرنامج والأخوة المشاهدين الأكارم. فيما يتعلق بموضوع مستحقات الأخوة الفلاحين، هناك وجبتان وزعت لهذا الموضوع، وهناك وجبات محددة شهرياً، وهناك اهتمام استثنائي من قبل دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع والأخوة المعنيين، لأن الموضوع يتعلق في السيولة المالية ومدى توفرها، وهناك وجبة قريبة إن شاء الله سوف تطلق لهذا الغرض، وكل الجهود تصب في أن يتم توزيع هذه المستحقات في أقرب وقت بما يتلائم مع ما متوفر من سيولة مالية. وشكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علاء جبوري. وحلو، مو كل الوزراء سوى في قضية تعاونهم مع البرنامج. أنا أتمنى وبصراحة يشاركون ويانا وزراء مهمين جدا، لكن بعض الوزراء يمتنعون عن المشاركة، وأنا بصراحة مو بداخل نفسهم حتى أعرف ليش، لكن أتمنى على أي شخص نتصل عليه، إحنا دا نتصل على قضية وطنية، قضية مواطن، قضية وطن، قضية لقمة خبز، قضية ناس اللي هناية، فتجاوبونا. راح تشوفون إحنا ما راح نتحدث شيء يخص عائلتنا، احنا يخص عائلتنا الكبيرة العراق، وبالتالي تعاونك ويانا يا مسؤول يفتح أبواب للناس، يفتح منصات لقمة خبز للناس، وبالتالي هذه القضية أيضا لكم وتسجل لكم، ما خسر شيء دكتور علاء الجبوري لما طلع ويانا، ولا بقية الوزراء اللي راح يشاركون ويانا اليوم، ربما 3 أو 4 وزراء، وبالتالي تسجل لكم. وإنه طيب، قضية الضباط المفصولين في وزارة الداخلية عادت إلى السطح في برنامجنا، وبالتالي سجلونا فيديو بعثونا إياه، اللي عنده مشكلة يريدها توصل خلي يبعث لنا فيديو. أيضا احنا راح نجهز لكم واتساب تراسلونا عليه، نعطيكم إن شاء الله أرقام، وبالتالي اللي يريد يسويها على عينك يا تاجر بس يسجل ويبعث لنا. خلينا نشوف الضباط المفصولين.
مجموعة من الضباط المضمومين لوزارة الداخلية والذين كانوا مشمولين بالعودة بالفقرة جيم المادة 47 من الموازنة لعام 2019، إلا أن الاجتهادات والآراء الحاصلة في مديرية الموارد البشرية ومديرية الدائرة القانونية حرمتنا من العودة. ونود إعلام سيادتكم أن هذه القضية هي قضية رأي عام تشمل 600 ضابط مفصول ومطرود لأسباب عديدة، وألتمس من سيادة الوزير استقبالي شخصيا لتوضيح الحقائق، وأننا أصحاب عوائل وبدون مصدر للرزق، ونلتمس شمولنا بعفو عام. وفقكم الله مع التقدير. الرائد داود عبد الحليم المسعودي. يوصل صوتك والله. ويانا السيد الوزير وزير الداخلية أستاذ عثمان الغانم. السلام عليكم سيادة الوزير. وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز. الله يخليك. أولا أنا ممنونك مشاركتك، ممنونك للمتابعة، وممنونك أيضا لجرأتك. الله يخليك. سيادة الوزير، يمكن شفت الفيديو للضباط المفصولين إليك الجو؟ نعم حقيقة أخي العزيز شفت الفيديو وبلغت الوكيل الإداري نعم بالوزارة. نعم. واتصل بقسم منهم، تبين أنه أعداد ليس قليلة، أكثر من 390 أو 400 تقريبا اللي مفصولين. نعم. هؤلاء مفصولين لعدة أسباب. أولا قسم منهم ترك العمل عن رغبة نتيجة للضغوط الخارجية في حينها عن ما كان الوضع الأمني تعرف، يعني قبل بال 2005 صعودا إلى 2011-12 يعني. صح. نعم. قسم اللي طلع عنده قيد جنائي أعداد قليلة، وقسم منهم شمل القانون المساءلة والعدالة. نعم. وقسم يعني عن مخض إرادته. احنا حقيقة هذه الشريحة سمعنا ظروفهم ووضعهم، هم بالأخير انهم أبناء المؤسسة، وأنا دائما أقول لا خير في مؤسسة تتفرع عن أبنائها، فاحنا نفسنا وياهم إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أنتظر الموازنة، بس تطلع الموازنة وبيها درجات وظيفية رايحة تدز عليهم، وكل العون لهم اللي ضمن القانون يعني، وحتى لو شوية نقدر نعاونهم بسواء يعني أكو عندنا عدة أمور، إحنا راح نقمنا العمر الفحص الطبي. نعم. والمبرز اللي قلنا عليه أو المسالة والعدالة، المسالة والعدالة إذا فحصناهم وطلع السالمين وما عندهم شيء فنقدر نكتب استثنيهم، اللي عنده مبرز جرمي صعب الرجعة. نعم. اللي تحت ضغط التهديد وظروفه ممكن يعني ذاك الوقت نقدر الظروف فهم نقدر نعاونه، فكل العون لهم بعد أن تظهر الموازنة وبيها درجات وظيفية إن شاء الله أستاذ فائز إن شاء الله. أني ممنون منك سيادة الوزير، شكرا جزيلا وممنون لتعاونك. أشكرك، أشكر فضلك، شكرا جزيلا سيادة الوزير، ممنون. كان ويانا سيد وزير الداخلية فريق أول ركن عثمان الغانمي، وبالتالي أكيد هذا يسجل حرص على المؤسسة وعلى البلد، وبالتالي ما خسران شيء. أنا تحدثت قبل شوية في هذا القضية، وأيضا أدعو الأخوان الوزراء للمشاركة ويانا. خلونا نروح إلى المراسل عباس العلوي، مراسل تلفزيون العراقية، راح إلى قضية أيضا تخص الوزارة، وزارة الداخلية، وتابعنا السيد الوزير أكيد وراح يسجل الملاحظة، وأيضا هو باعث بمشكلته إلى الفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وبالتالي خلينا نروح نشوف. قضية أخرى لا تختلف عن سواها من منتسبي دوائر الدولة. اليوم قائد أنت منتسب في وزارة الداخلية ولا زلت مستمر بالخدمة لأكثر من 26 شهر، لكن ما تستلم راتب. شنو قضيتك وقصتك؟ نعم أستاذ عباس. أستاذ أولا السلام عليكم. أنا بتاريخ 13/6 كنت أتمتع بإجازة مرضية. نعم. قبلها كنت مسوي عملية ربط فقرات العمود الفقري، الفقرة الخامسة والرابعة والأولى. أثناء الإجازة ساءت حالتي الصحية، ما قدرت أداوم يعني، غبت تغيبت عن الدوام 20 يوم. بتاريخ 22/7/2018 باشرت بواجباتي الفعلية، الدائرة مالتي ارتأت بأن شكل بيها مجلس تحقيقي، تم إنجاز المجلس التحقيقي وصارت محكمة وحكمت 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وراها كملت جميع الإجراءات اللي خاصة بالمجلس من اعتماد مالي، من قيد جنائي، من فحص طبي،
من مخاطبة إدارة الموارد البشرية للدائرة القانونية، والإجابة مالتهم لا مانع قانوني من قبول التحاقه كونه جريمة مالته خمسة هروب غير مخلة بالشرف. أستاذ عباس، من تاريخ 22/7 إلى هذا اليوم أنا مباشر بواجباتي الفعلية بدون ما أستلم راتب، مع العلم أنا ما عندي إخراج من الخدمة ولا عندي طرد من الخدمة. حتى أثناء أزمة وباء كورونا أنت مستمر بأداء واجباتك، ما متخلف عن واجباتك. نعم نعم أستاذ، الله يرحمه كان المدير المخرج مالتي رائد عباس، رائد عادل العفو. كنا نطلع يعني واجبات على الجمل بعلوة زويني، وأول مرة كنا أول 15 يوم شهر رمضان كنا على جانب الكرخ، وورا 15 من رمضان تبدلنا الكرخ بالرصافة، أنا دائما بالرصافة مع العلم بيتنا بالكرخ دائما بالرصافة دائما، أما صباحي أما مسائي. إذن رغم السوء المادي وعدم وجود راتب أنت مستمر بأداء مستمر واجباتك، مستمر بأداء ومتمسك بوظيفتك. نعم وبزملائك. نعم 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 أستاذ. نعم طرق جميع الطرق الدبلوماسية، طرق جميع الأبواب، ماكو رد، يعني ماكو مثلا رد، مثلا معاملتي وين واقفة يمنا، شنو اللي محتاجه أنا، شنو اللي مثلا أنا مذنبي حتى أكمله، شنو النقص اللي موجود بالمعاملة حتى أكمله بذاك الوقت، ما حد يعطيني أي نجدة. عندك شكوك أنه راتبك مطلق وجماعة أخرى تستفاد من راتبك لربما، على الرغم أنه أنت مباشر إداريا وموجود في الإدارية؟ والله أستاذ يعني صراحة ما أعرف، يعني هاي المسألة ما أعرفها، بس أنا يعني اللي طلبوه من عندي آخر شيء رأي الدائرة القانونية ورأي الموارد البشرية، والكتب كلها موجودة. يعني إذا يحب جناب السيد الوزير أو جناب السيد مدير الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يطلعون عليها، أكون أنا ممنون شاكر فضل. أنا يعني عائلة من 7 نفرات متكونة، وهذا الوضع الاقتصادي حيل تعبان. صحيح أنا مذنب، صحيح العفو أستاذ أنا مذنب، بس الذنب مالتي كان أثر وحكة صحية يعني ألمت بي مجرد أنه 20 يوم مباشرة أنا بواجباتي الفعلية من تاريخ 22/7/2018 إلى اليوم 4/7/2020 أنا بدون ما أسلم راتب. بعد مأساة 26 شهر اليوم أنت تناشد بإطلاق راتبك. والله ناشد السيد رئيس الوزراء، وناشد السيد معالي وزير الداخلية، وناشد السيد اللواء عمر صدام مدير الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتحايا والسلام موصول للأستاذ فائق العقابي وجنابك الكريم وكل الشرفاء، يعني اللي يقدر يسحالي بهاي القضية مالتي أنا ممنون وشاكر فضله. قضية أخرى لنقاشي على طاولة برنامج صوت الشعب، برنامج دفتر ملاحظات، وعودة للزميل فائق العقاب. شكرا جزيلا لك زميلنا عباس العلوي، وشكرا أيضا بالنسبة إلى فاقد اللي يعني الأخ المنتسب ويانا ويانا الفريق. ألو ألو أها ويانا الفريق الركن عامر صدام مالكي وكيل وزارة الداخلية شؤون الاستخبارات، واللي ذكر المنتسب بالشكوى. السلام عليكم سيادة الفريق. عليكم السلام استاذ فايز. سيادة الفريق لك الجو، منتسب ناشد وزارة الداخلية وتحديدا خص الفريق الركن عامر صدام، لك الجو. وعليكم السلام استاذ فايز. بخصوص الطلب اللي مقدمه المنتسب قضيته، نعم احنا حسب السياق المعمول بداخل الوكالة اكو يوم مختص بهذا بعرض المشاكل بالنسبة للمنتسبين والضباط. نعم. وايضا ايضا ايضا المناشدات والمشاكل اللي موجودة عند منتسبي وضباط الوكالة، الباب مفتوح عندنا بالوكالة، يقدرون يتفضلون مكتب الوكالة ويقدمون اي شكوى او اي عندهم طلب متأخر او اي حالة حرجة اخرى، فيقدر يتفضل المنتسب حسب التفاصيل اللي نعم اللي توفرت عندي اللي مقدمها خصوص تاخر معاملته، اذا بيتفضل يمنا بالوكاله وان شاء الله موضوعه محلول. زين ممكن اخلي بكره يقدر يجي للوكاله الساعه 10 الصبح الساعه 10 ان شاء الله، و موضوع ان شاء الله محلول ان شاء الله. اها انا ممنون منك سياده الفريق، شكرا جزيلا لك، شكرا مشاركتك. شكرا. قائد باكر تروح إلى وكالة استخبارات، وبالتالي إن شاء الله، وأتمنى على زميلنا عباس العلوي يا ريت يرافقه لأجل أن تسجل لنا روحته لهناك واستجابة وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات في الوزارة. شكرا جزيلا. وطيب قبل فترة تحدثنا و
ألقينا بالكرة إلى السيد وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب، وبالتالي تحدث أحد المواطنين أو أحد المنتسبين لبدالة المدائن وناشد الوزير مباشرة. السيد الوزير بعث لنا أيضا ببصمة صوت استجابة سريعة يعني إلى المنتسب، وأيضا راح للبدالة وزار بدالة أخرى على هذه القضية. خلونا نسمع صوت وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب. السلام عليكم أستاذ فائق، معك وزير الاتصالات مهندس أركان شهاب. شكرا أستاذ فائق على المداخلة اللي تم إرسالها بخصوص بدالة المدائن. زرت بدالة الجادرية كان بها توقف، فزرتها ساعة 3 صباحا مع ساعات الفجر الأولى وحلينا المشكلة. بس حقيقة هي كشفت لنا مشاكل كثيرة مو بعيدة عنا نعرفها، لكن يجب معالجتها بشكل سريع وقريب. أوعزت بنفس الوقت، اتصلت بهم وقعدناهم منه مدير الكرخ والرصافة، بدأوا بزيارات البدالات بشكل منتظم، يعني تقريبا زاروا نصف البدالات خلال هذين الأيام القليلة، باستثناء بدالة المدائن اللي زاروها السادة الآتين اللي هم مسؤولين عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، السيد باسم الأسدي مدير العام، والمعاون الفني والمعاون الإداري أستاذ أسامة وأستاذ أحمد حسن. حقيقة نفس المعاناة، البدالات مهملة. نعم أكو عمل لكن مو بالمستوى. تم الإعاز بإيصال الكيبل الضوئي بأسرع وقت ممكن. كوادرنا إن شاء الله من يوم السبت راح تبدي بهاي العملية. أكو مشاكل ببورد سيتم يعني معالجتها قريبا إن شاء الله. احنا من خلال برنامجكم ان شاء الله اهل المدائن نوعدهم بايصال الخدمه الجيده بشكل قريب. اكيد طبعا اكو مشاكل مجهزين الابراج وبعض الاشكالات صارت عندهم مشاكل بسبب انه معتمدين على الايريال فايبر، لكن ان شاء الله يوصل الخدمه. مترو بغداد طبعا هو مترو، مو اقصد المترو مال وزاره النقل وانما ترانزميشن بغداد او تراسل بغداد، ان شاء الله يدخل ضمن المشروع، لأن احنا أصلا واحدة من الوعود لتحسين الخدمة أنه نوصل تراسل داخل بغداد بشكل عالي بدون استخدام المايكرويف والكيبل الضوئي. وفعلا بعض البدالات تم إنجازها، مثلا التراسل الآن جهز بين 3-4 بدالات أساسية داخل بغداد ومنتشرين باتجاه الأقضية والنواحي، أبو غريب، الطارمية، ممكن بعد شوية هم رح نوصل إلى اللطيفية، وأكيد المدائن لأنه بعد مناشدتكم يعني رح يتم تسريع العمل بيها، وإن شاء الله نوصل كل البدالات بكل الأطراف في بغداد. شكرا، ما رد أخذ وقت برنامجكم أكثر، وتحياتي لكل الجمهور اللي دي يسمعنا. تحياتي واحترامي. والله حياك سيادة الوزير، أنا الممنون منك على المداخلة وأيضا على تجوالك واستجابتك ل موظفكم، وأيضا هو أولا وأخيرا مواطن احتاج وزير، الوزير استجاب وراح اتجول. ويانا الكاتب والخبير القضائي استاذ صباح الشيخ لي. السلام عليكم ابو ندى. انقطع. طيب اطلبوا لنا اياه بلا زحمه، وخلونا نروح الى اعتصام امام شركه نفط الجنوب. احنا ويا اصحاب الحق اينما يكونون نجيب لهم المسؤول او نوديهم الى المسؤول. لن نوديهم ولا نجيبهم، يطلع بالبرنامج مباشره وعلى المسؤول أن يلتقط مناشدتهم. خلينا نشوف. معتصمين شركة سينوك نفطية أمام مبنى نفط ميسان، مطالبين الجهات المعنية المتمثلة بشركة نفط ميسان وهي تشغيل حقول البزرقان بالمستحقات المالية والمباشرة، حيث تم تأخيرهم أكثر من سنة
ولديهم كافة الإجراءات القانونية من التصاريح الأمنية والعقود مع الشركة. اليوم 30 للاعتصام أمام شركة نفط ميسان. درجة الحرارة اللي كانوا قاعدين بها هذا تقريبا قبل أقل الشهر تقريبا 68 أو 65، هاي شمس، وين بالجنوب بالعمارة يم الزوري. أتمنى على الأخوان بالشركات المعنية أن يشوفون مطالبهم، وبالتالي قلنا لكم هاي لقمة خبز مواطن. أنا أشكر زميلتنا مراسلة التلفزيون العراقية زينب صباح اللي جابت لنا هذا الفيديو، بالتالي هي دا تتابع قضيتهم. ويانا الاتصال، اها، الاستاذ صباح الشيخ لي الكاتب والخبير القضائي. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ فايق. عليكم السلام ابو ندى، الك الجو. تحيه لحضرتك. تحياتي لك وللاخوه مشاهدي برنامج دفتر ملاحظات من قناه العراقيه. تحياتي لك. اليوم نتحدث ونخاطب السيد وزير العدل الاستاذ سالار عبد الستار محمد المحترم. دوائر التسجيل العقاري ودوائر التنفيذ ودوائر القاصرين، اي طلع الدود اللي بقلبي، هذه الدوائر كلها تابعه الى وزاره العدل. السيد الوزير، اتمنى مخلصا ان حضرتك الزور هذه الدوائر بشكل تنكري، انت وياك واحد اثنين من الحماية بسيارة اجرة توصل الى هذه الدائرة وتنزل تشوف المأساة اللي يعاني منها المواطن بهالحر واقف بالباب مال الدائرة. الدائرة تنفتح بالتسعة ونص بالعشرة، شباب واحد يعني فد مأساة بمراجعة المواطنين. سيادة الوزير تقدر تحضر، كمل ابو ندى. اشخاص يعانون من تقريبا عددهم 5 مليون تدري القاصرين، ايضا ضايفين بغداد الجديده والمشتل والامين الى هذه المنطقه، والبلديات كل شرق القناه كلها الى هذه المنطقه. هاي المنطقه منطقه الكادحين، صحيح. الابطال اللي يراجعون الفقراء، اسوي لهم دوائر نظاميه على مدير يقعد بالدائرة بالصالة يقدر يكمل معاملته بسهولة. أتمنى من السيد الوزير ومن كل وزير يراجع هاي الدوائر مالته على مود يشوف المعاناة اللي يعانيها المواطن. شكرا أستاذ فايق. والله يا أبو ندى أنا ممنون منك. أستاذ صباح الشيخ للكاتب والخبير القضائي، وقضية مهمة جدا أشرت لها، هذه لوحدها اللي أني ناشدت السادة المعنيين بمدخل البرنامج. هذه قضية مهمة كلش، أكو مؤسسات عليها علامات استفهام، كون نرجع نشوف شكو ماكو بيها. زين، طالعين الطرق الخارجية بغداد لجنوب العراق، وبغداد جنوب بغداد وبغداد لشمال بغداد، وصولا إلى تقريبا قريب ما نوصل كركوك يتغير الحال، اكو أضوية واكو شوارع مبلطة زبد. طين الفيديو خليني أعلق عليه. زين، هذا يعني الآن مشاهدي التلفزيون شو تشوفون؟ تشوفون ظلمة ودليل هالله وباك لايت وضوء مناك، وهذا خط سريع، هذا اللي يربط بغداد او يربط شمال العراق بجنوب العراق وصولا الى البصره، ثم جنوب البصره وانت طالع الى حدودها يصير. انا بصراحه ما اعرف لمن اناشد او وين اروح. هذا لوحده مخازي لسنين طويله، ما عرفنا نحط لنا قلوب، نحط لنا ضوء، نحط لنا دلاله، نخلي الناس، ولما تصير هذه الحوادث من يتحمل مسؤوليتها؟ أبو الطرق والجسور، هذه الدائرة المبهمة، هذه أكو دائرة مبهمة موجودة في وزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة، شطول اسمها
وبالتالي تفضلوا. شنو هاي؟ هذا طريق خارجي؟ هذا في أسوأ بلدان العالم ما تلقوه هيش، هيك ظلمة، ضوء ماكو، فسفورة ماكو. طيب أنا أسألكم بالله، اللي اللايتات مالته عاطلة وين يولي؟ وين يروح؟ يتشلب له بتريلة، يتشلب له بعمود، الروح تزهق، وبالتالي من يتحمل هاي المسؤولية؟ هاي لازم اكو احد يتصدى لها. سيد رئيس الوزراء اتمنى عليك، وانا متاكد طالع للطرق الخارجيه وشايف هذه شو من يقبل عليها؟ هاي الحوادث، هاي الارواح اللي تزهق برقبه من؟ اكو دائره انا بصراحه لو الامر بيدي الغيها، هي الطرق الخارجيه او الطرق والجسور، وفوقها اكو وصولات موجود يستقطعون فلوس طرق وجسور. أي طرق وأي جسور تتحدثون عنها وتفضلوا؟ هذا نموذج من الطرق والجسور، والطرق هذه والجسور بعد أضرب، روحوا شوفوها. الطرق الآن صارت عبارة عن أنهار، حتى الخط السريع اللي كنا حاطين إيدينا عليه وقلنا زين، التريلات اللي زادت حمولاتها والموازين ماكو، وما اعرف بكثر من اسدها هاي، وبالتالي تحولت الى انهار. وتعال بلط والتبليط سلموا لي عليه ورقه، واكو بعض الناس مع الاسف دا يبلطون عدل على التراب، واذا يريدون ادليهم الساحه. هذا اللي سمح به الوقت. تقبلوا احلى تحياتي، انا فائق قاسم العقابي، وبرنامج دفتر ملاحظات. تحياتي الى فريق عمل البرنامج، و التحيات موصولة إلى الزميل المخرج حسين علي طاهر. تنتظرون الأحد القادم، البرنامج كل أحد وكل ثلاثاء ساعة 7 مساء في مالا. يا رب أفلج علينا يا رب أفلج على البلد يا رب.